عدنا من جديد في الجزء الثاني اللي ما شافش الجزء نتاع البارح بلا ما تضيعوا الوقت وتفرجوا في هذا لانكم غاديش تفهموه. خليني نقول لكم واش عرفتوا شحال ضحكت في التعاليق وفي افكاركم الشريره، ولكن الاغلبيه ديالكم طبيعه الحال ما غاديش نخيب ليه الظن ديالو والاحساس ديالكم تجاه عثمان واللي ما كانش خطا. اجيو تفاجئوا. لنبدا، خلينا البارح لما مريم مشات مع عثمان المفاجاه اللي دار ليها كتقول مشينا وشويه تنشوف السيد مدخلني الاحياء شعبيه، ضرني راسي شنو تكون هاد المفاجاه من الفيلات والطوموبيلات وديك الحياه شنو جاي يدير هنايا. بقينا داخلين غادي يحط الطوموبيله ديالو في واحد الباركينغ وكملنا على رجلينا وبقينا غاديين حتى وصلنا لواحد الحي شعبي اللي فيه واحد القهوه لتحت وزوج ديال الطبقات فوق منه. اش جاي يدير هذا هنا؟ نطق عثمان، راه واحد صاحبي جاي ناخذ من عنده واحد اللعيبه ونمشيو. كون غير خليتيني في الطوموبيل عثمان. لا عرفتي شنو، زيدي معايا فين ما مشيت تكوني معايا، ما خصكش تفرقي عليا وخصكي تعرفي على كاع الناس اللي كنتعرف عليهم. دخلنا ديك الدار، طلعنا الدروج اللي كانت حالتهم والدار حتى هي كانت حالتها وما عجبتنيش. تنشوف السيد تيحل الباب في الطبقه الثالثه، تنقول او سولته واش هادي دارك؟ اه حتى هادي داري وفيها غير السلعه، اصلا هاد المبل كاملو بالقهوه اللي فيه راه كله ديالي. مزيان تبارك الله، وشو كدير هنا؟ تنحطو فيه غير السلعه ودابا راني حاط فيها شي حاجه جيت نهزها ونمشيو فحالنا. اه ايوا صافي يلا ايوا دخلي بعدا باش تعرفي على البلايص اللي عندنا، حيت اللي ديالي راه ديالك مريم. دخلت حيتاش قلت راه دارو ماشي مشكل، الدار حالتها حاله وشراج مها مسخين وديره كيف في الحبس ومسدوده وفيها بيت واحد وكوزينه ومريحه. دخلت وقال لي جلسي تفضلي خدي شي حاجه من الثلاجه. لا ما فياش ايوا صافي جلسي بيد ما ساليت. شويه شفتو كيسد من موراه الباب وسمعوني دابا كيف قالوا عاد غادي تبدا قصتي مزيان. علاش كتسد الباب عثمان؟ واش ما غاديش نمشيو؟ لا راني كنتسنى واحد التليفون ديال صاحبي عاد غادي نمشيو. بقيت جالسه عادي كنتسنى فيه وهو قدامي. سولني كيف جاتك الدار؟ مزيانه ولكن ماشي السكنه غير السلعه. ايوا لا هذه هي دارك اللي غادي تسكني فيها. اييه كيفاش؟ واش منيتك عثمان شنو كتخربق؟ بدات تضحك. قلت لا راه غير تضحك معايا، معليش الشيطانه مريم ويلي راه غير بغى يجربك واش انتيا ماديه ولا لا. شويه نطقت وقلت ليه اها نعيش معاك واخا حتى في الزنقه ماشي مشكل. وبقيت تنضحك. تضحكي واش يصحاب لك انا كنتفلى عليك؟ راه هذه هي دارك مريم، هنا فين غادي تعيشي وهنا اللي غادي تشوفي معايا عمرك ما شفتيه، وديك الحياه اللي ورتك في الاول ما منها والو. خديت نفس ورديت وبقيت كنقول ليه واش كتفلى معايا؟ واش داير لي شي كاميرا خفيه؟ علاش دابا هادشي شنو معنيته؟ واش انت مريض في عقلك؟ نعيشو هنا ما عنديش مشكل، ولكن علاش هاد الطريقه بحال باغي تحبسني؟ اه غادي نحبسك وداك الشيء كاع اللي كان من قبل حتى شي حاجه ما منه. واخا عرفتي شنو، رجعني غير للدار نجيب غير حوايجي. مريم نسالي الحوايج والذهب والتليفون وحتى ديك الفيلا حيت راني كنت غير كاريها اولا وماشي ديالي، ودوك الحوايج غنعطيهم لالك اللي تستاهلهم، اما انتيا ما تستاهليش. علاش شنو درت لك انا عثمان باش تعامل معايا بحال هكا؟ بقيت كنقفقف وكندخل وكنخرج في الهضره وكنسولو غير علاش. شوفي غادي تدخلي تكمشي لهيه وانا غادي نخرج وملي نرجع غادي نتفاهموا. خرج السيد وعييت ما نجر فيه وكنطلب فيه واش ما تخلينيش بوحدي، حل لي عافاك غير الشراجم مع كندير ليهم القفل وكانوا منهم للزنقه. حتى من المرحاضه عزكم الله كانت مقفوله حيت كان فيها شرجم منها للشارع، الكوزينه بوحدها اللي كانت محلوله. خرج على برا عييت ما ندق ما نغوت ما نطلب، عافاك حل عليا عثمان الباب والله ما ندير لك حتى شي حاجه انا مزوقه، ردني غير لدارنا. خلاني وزاد طاحت حدا الباب وبقيت تما كنبكي وكنقول اويلي واش هادشي بصح؟ اويلي عاد كنت عايشه في حياه زوينه وديال الاحلام، اش هادشي؟ واش هذا مريض؟ واش غادي يقتلني؟ واش غادي يذبحني؟ شنو غادي يدير ليا؟ تخلعت بزاف وبقيت كنهضر غير بوحدي. شويه غادي نوض نجلس من فوق واحد السداري وبقيت جالسه كنبكي حتى نعست. وفي هاد اللحظه حسيت باللي الساروت كدور في الباب. ها هو دخل وجايب معاه قرعه ديال الماء والكوفيتير والخبز وحطهم ليا فوق الطبله وقال لي هاكي فيك الجوع سيري كولي. لا ما فياش الجوع، بغيت نمشي غير في حالي. ما عندك فين تمشي؟ قلت لي راني بغيت نمشي في حالي. شفتي انت دابا من هنا لقدام هذه هي بلاصتك وهذه هي دارك. ايوا عرفتي شنو، عطيني عافاك ندوي غير مع ماما، غادي تكون مقلقه عليا. غادي تدوي معاها ولكن بلاتي. دخل الكوزينه هز واحد الجنويه قداشنا هي وتم جاي لعندي. انا شفته قلت هذه هي الخره ليا راني مشيت فيها. بابا كان حاكمني بالخلعه وهذا زاد كمل على داكشي اللي بقى.
غير شفت الموس وبديت كنترعد. داك الموس غادي يخشيه ليا حدا عنقي، حتى بديت كنحس بالبروده ديالو، وقال لي قولي لامك بلي راه حنا سافرنا. وهذه هي المفاجاه اللي دار ليا عثمان، غادي نمشيو خارج البلاد، واذا كنتو ناويين تجيو عندنا من هنا اليومين او لا 3 ايام حنا راه ما كاينينش، غادي نكونوا مسافرين. ودوي معاها عادي، فعلا داكشي اللي كان. الو ماما لاباس؟ بنتي صونت عليك ما كتجاوبيش. لا راه التليفون ديالي خليته في الدار الاخرى، وحنا راه مسافرين غادي نمشيو لتركيا. وهذه المفاجاه اللي دار ليا. بصح ايوا صافي، دابا حنا بلا ما نجوش عندكم ياك، ان شاء الله حتى نرجعوا واجيو لعندنا. واخا وسط الهاويه قلت لها دوزي ليا بابا. الو بابا لاباس كيف بقيتي؟ عجبك الحاله بنتي؟ عجبك الحاله بنتي ياك؟ ايوا شفتي هادي تنقول لك، وبقيت تبعي هضرتي. ايوا شتي؟ ايوا سيري يا بنتي عيشي حياتك سيري. وبدا تيقول ماما وقطعي قطعي بركه خليها تعيش حياتها، وانتي تابعاها حتى في التليفونات. هضرت مع ماما وقلت لها ماما اذا ما جاوبتكش عرفي بلي انه ما عندناش الخط تما. وبقيت نخربق عليها، والله ما عقلت شنو قلت وقطعات. كتقول مع راسها دابا السيده عايشه حياتها بلا ما نبرسطوها، وانا عايشه وسط الجحيم. وهنا غادي نديكم القصه معاه. بقيت كنسول اش غادي يدير لي هاد السيد، وشنو التالي ديالي معاه. بقينا عايشين بحال هكا، السيد كيدخل ينعس فواحد البيت، وانا كنبقى مجبده غير في المراح، ما تيقرب ليا ما تيجي لعندي، وكيعطيني غير النخال والكوفيتير والخبز يابس، واذا كاع جاد عليا تيجيب ليا الفرماج والخبز تيكون طاري. دازت السيمانه الاولى. وعثمان واش حنا غادي نبقاو عايشين هكا؟ شنو باغي دير؟ على الاقل غير طلقني وما تبقاش حابسني، وخليني حتى انا نتقدى غير خضيره، وانا مستعده نعيش معاك فين ما كان. كنت نحاول نقول ليه اي كلام وتندير معاه داك الخاطر باش نشوف كيفاش ندير ونهرب. عثمان شوف انت حل ليا غير الشراجم، راني كنتخنق وما كنلقاش حتى الاكسجين، حل ليا بعدا غير المرحاض. تخيلوا سدها عليا وهو تيخرج من الصباح حتى العشيه، وخاصني نتسناه باش انني ندخل ليها. دازت شهر شهرين، وتخيلوا حالتي كيفاش غادي تكون. اللبسه باش جيت هي باش بقيت توسخت، ومنين كتجيني الدوره الشهريه اعزكم الله ما كنلقاش حتى باش نغسل. تقاشر باش جيت اللي كنت كنستعمل كنغسلهم وكنعاود الاستعمال ديالهم. وصلت لواحد المرحله راه ما يمكنش من ديال الوسخ. واحد النهار بقاو داك الوسخ اعزكم الله اللي فيا، فما بقيتش حامله راسي. شديت بانيو في كوزينه ودرت فيه جافيل والماء والتيد، وبقيت كنستنجى به اعزكم الله، لدرجه بقوه ما هلكت راسي ما بقيتش قاده نجلس، ولقيت الجلده بخطر ليا. فاش قلت ليها شنو وقع ليا، عافاك خلي لي غير طواليت محلوله، قال ليا راه كتستاهلي اكثر، انا راني بغيتك تسلخي وبغيتك تذوبي ونرميك في داك المرحاض. امي متيش هاد المصيبه باش كنحس. بقيت بحال هكاك ما نقدر نجلس ما نقدر نوقف، تنداوي غير بالزيت البلديه ومره الزيت الروميه. دوزت معاه العذاب، والمشكل انه ما تيهضرني ما تيكلمني، تيرمي ليا ديك الماكله عزكم الله بحال شي كلب ويمشي ينعس. صباح تينوض ويخليني نعسه ويطرق الباب ويخليني ويخرج. واحد النهار تسنيتو في الباب، كي جا دخلت وقلت ليها والو حل ليا المرحاض بيت ندخل ليه. دخلت ليها واحد اللحظه هو ولد الحرام كان حاضني، غادي نهز راسي ونشوف في داك الشرجم واش زعما كاين شي امل نغوت، وهو يشدني. شنو كتشوفي؟ كنشوف غير السمراني توحشتها، باغا تهربي باغا تغوتي. كوني هانيه، جرني من شعري ودفعني على سداري. وبركه عليا راني عييت وراني مليت وبزاف هاد الشيء. واش انت حمق؟ اذا حمق راه خاصك تمشي الدواء وبعد مني. واش كون صلتك عليا؟ انا حمق؟ اه انت حمق، انت اللي حمقتيني. دابا غير قولي دخلت عليك بالله، غير انا شنو درت لك؟ وعباد الله وفين عمرني حتى عرفتك. بغيتي تعرفي شنو كاين؟ انا واحد النهار جيت لعندك وقلت لك راني بغيت نهضر معاك فلانه، وقلت لي لا انا ما تنهضرش مع الشميت بحالك. ويلي وحدي فين عمرني قلت لك هاد الهضره؟ اولي فين عمرني شفتك اصلا؟ وراني ما عقلاش عليك عباد الله، ما عقلاش عليك وما عمرك ماتك دازت قدامي. هو انا فعلا معروف عليا بلي انني كنت قبيحه مع الدراري، ما تنتصرهمش عليا، ولكن قلت هادشي راه خصو يفرحك حيت ماشي سهله لاي واحد، ودابا اصلا كرهتيني فيهم. بقيت كنغوت على حر جهدي. بدا يضربني وبديت كندابز انا وياه، ضربه فيه وعشره فيا، وعطاني قتله ديال العصا. تنغوت على حر جدي ولربي اللي خلقني. قال لي تفو اعزكم الله ما خليتيني حتى نرتاح، والله يخليك بالخلا. خلاني مرميه وكله قتله ديال العصا، وزدح الباب وخرج في حاله من جديد. بقيت تنبكي وتنحض حتى جات واحد جارتي اللي كانت ساكنه من تحت مني، وبدات تدوي معايا غير بشويه. اختي اختي نط كنطير، اختي اختي شكون كيدق الباب؟ انا راه ساكنه من تحت منك، انا مزوقه فيك اختي لما اعتقيني، نعطيك النمره عيطي ليا الوالديه ولا واحد الدري ولا اللي كان، راه تخينه حبسني هنا. شنو كتجي؟ راني مزوجه به وحبسني هنا، وراه كيتعدى عليا كل ليله. شوفي انا راه راجلي دير لي اكثر منك، غير هو ما حبسنيش. انا العصا اللي تناكل يوميا ما يمكنش تصوريها، ولكن ما نقدرش ندير لك شي حاجه اختي، حيتاش اذا ساق ليا الخبر راجلي غادي يقتلني ويحطني حداك
حيتاش هذا راه صاحبو. ايوا عافاك عتقيني غير بالنمره، غادي نعطيها ديال والديه بزوج وكتصون عليهم، ولكن كانت مطفيه. كنت عطيتها حتى النمره نتاع سامي اللي ما كانش كيجاوب فيها نهائيا. في نظركم علاش النمره ديال والديه مطفيه؟ واخا غادي نقز لكم المراحل ولكن سمعوا. هو ولد الحرام ناض ومشى لعندهم حتى للدار وعطاهم تليفونات جداد اخر ما كاين، طمعهم بهم. عطى الماما وبابا وخد لهم تليفونات ديالهم القدام وقال لهم انا غادي نعاود فيهم البيع وحيد لهم حتى النماري، قال لهم خليهم ليا ندير لهم نفعل لهم وخداهم لهم. اختبرتها عيط لها تلاقى بها وعطى لها تليفون جديد وخد القديم. خويا شنو دار ليه؟ غادي يمشي ليه من نقطه الضعف ديالو. كنت كنقول علاش ما تيسولش فيا، ولكن مشى تصاحب معاه ودخل ليه من طريق ديال المسرح اللي عزيز عليه وخذ ليه الفيزا وخلص ليه كاع المصاريف وصيفطو للخارج لاحسن مسرحيه يدوزها تما وكرا ليه السيد لها وقال لي انت بغيتي للخارج انا غادي نصيفطك ليه. الفلوس موجوده، الدار موجوده، السيد لقى الحياه تما ونساه فيا وعطاه نمره جديده. كان ديما تيقول ليه عطيني نهضر مع اختي، كان تيقول ليه لا اختك ناعسه ها هي خارجه بلاتي حتى نمشي للدار انا مسافر. ديما كان تيلقى لي الاعذار وفاش خرج للخارج بقى ملهي. انا هادشي من بعد عرفتو حيتاش في ديك اللحظه كنت نقول غير علاش هما ما تيجاوبوش حيت حتى اختي والو. المهم ديك السيده عطيتها كاع النوامر ولكن حتى شي حد ما تيجاوب. بقينا اليوم غدا اليوم غدا وكل نهار كانت مسكينه كتطلع كتجاوبني وتقول لي راه دوك زوج نوامر مطفيين وديال سامي حتى هي ما كتجاوبش. بقينا بحال هكاك حتى لواحد النهار جا وتيشوف فيا وطرق الباب من موراه سولني تاكلي لا ما فيا ما ناكل، الا ما فيك ما تاكلي سيري سبقيني للبيت. ديك الليله ما نعاودش ليكم عليها، غادي تكرفس عليا تكرفسه ديال العدو جاي سكران ومع اول مره غادي تكون عندي شي علاقه صوروا بديك الطريقه والهمجيه وغادي يطلب مني شي حوايج اللي هما مستحيلين. المهم تكرفس عليا تكرفيصه ما ليهاش لحد. دوز اكفس ليله في حياتي واللي زاد كفسها انه غادي يتهمني باللي انا اللي كنت فاسده لانه وقعوا شي حوايج ما نقدرش ندخلكم معايا فيهم اللي شككوا في هذا الامر واللي ماشي بالصح. المهم بقى عليا كتكذبي عليا وانتي فاعله وانتي تاركه وانتي ماشي شريفه. كليت العصاعه وتاني وحسيت بالشمته ودوزت ليله في العذاب حتى وليت كيف الشرويطه حتى ما عقلتش على كيفاش اصلا نعست. ومع الصباح ضربتني الفيقه ولقيت راسي ناعسه نصي على الارض ونصي على الناموسيه وهو تيشخر. جمعت الوقفه ومشيت للكوزينه هو نض مخلوع ومع الطواليت كان خلاها محلوله قال صافي هادي مشات تغوت تما حتى لقاني في الكوزينه تنشرب. مشى دغيا طرقها قلت ليه عافاك خليني ندخل. ايوا عافاك خليها غير محلوله غير يدخل منها شي شويه ديال الهواء راه كلشي مسدود. لا سدها ورجع ينعس. دوزنا داك النهار هو ناعس وانا فيها الجوع وكانت انا داك زوج نهارات من قبل ما كليتش فيهم من غير الماء والخبز. غادي نعس حتى ديك 12 وخرج خلاني لا ماكله لا شراب مكرفسه لا غسيل وحالتي حاله ورجلي كلهم فرشخين. بقيت كنفكر وكنطلب الله يا ربي ما نحملش يا ربي تفكني منه. بديت كندعي ونطلب الله وكنبكي. واحد اللحظه ربي سمع ليا وجات دقات عليا جارتي فرحت يصحاب لي غادي تقول لي راه جاوبني باك ولا شي حد. قلت لها انا مزها وكافيك ديري فيا غير واحد الخير. والديا وما جاوبوكش البوليس ما قدرتش تمشي عندهم ديري فيا خير واحد اللي بقى سيري الفارماسي وخدي ليا الدواء ديال الحماله راني ما قداش نهز شي هم راه اذا حملت فلانه منه غادي نقتل راسي انا وياه راني ما نقدرش. واخا انا غدا بنتي غادي نديها ضرب الشوكه للسبيطار الحومه ونجيبها لك. لا 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 ما يمكنش انا مزوقه فيك ما نقدرش نتسنى غدا ولا بعدو راه خصني دابا. فعلا مشات غبرات شي ساعه وجابتو ليا حيدات الكرتونه ورماتو ليا غير من تحت الباب وشرحت ليا كيفاش نستعملو حيتاش عمرني ما عرفت ليه كيفاش. في كره وحده غادي طيح عليا مشيت خبيته مورا الثلاجه في ديك الشبيكه اللي كتكون لاصقه تما حيتاش ما عنديش فين نخبيه. والديا كانوا تيدويو معايا عن طريقه هو وديما خاشي ليا الموس في جنبي وكل مره تلقى ليهم السبه انا مسافره انا عند حماتي انا في هنا. وكنسمع بابا كيقول ليها بعدي من البنت وخليها تعيش حياتها. كانت كتقول ليا مسكينه ماما راني توحشتك يا مريم بغيت غير نشوفك ونشوف دارك. وراسي سولوني خوالاتك واش مشيتي عند مريم وانا كنقول لهم غير مازال مازال. المهم كل مره سبه وكل ليله الضرب والمحنه وكان كيطلعني لواحد البيت في السطح ومع البرد كنتجمد وكيقول ليا تما تجلسي الا بقيتي مازال كتردي عليا الهضره وما تبقيش مازال تناقشي معايا. تيشدني من شعري وكيطلعني وكيسد عليا تما كيخليني بيومين ثلاث ايام بالجوع لا غطا لا والو لدرجه وليت انني كنتمنى نموت وما نجلسش في ذاك البيت. باقا كنعقل واحد النهار خمس ايام لا ماكله لا شراب وهبطني ميته لحني في الارض
سخفت، عيا ما يضرب فيا، عيا ما يرش عليا بالماء، حتى مشى جاب لي الحليب وبدا كيخوي لي على فمي، حتى فقت لقيت راسي مقجوجه بداك الحليب. قال لي نوضي المصيبه راكي خلعتيني، الله ياخذ فيك الحق على هذا الشيء اللي درتي ليا، انت السبب، انت النهار الاول تكبرتي عليا، وما كايناش شي بنت المراه اللي تكبر عليا، ولا لياتك راه تيطلبوني وانت كتهزي عليا. وانا هادشي رانا عمرني ما عقلت عليه، ولا حتى عمرني ما شفت هاد خاينه. المهم اذا جيت نحكي لكم شنو كنت ندوز في ديك عام ونص، راه ما تكفينيش حلقه. الجوع والخنز، بيجامه وحده ناض فيا الحبوب، تسلخت شعري طرع غير للسما ما كيتمشطش، وحيجي ما كيتبدلوش. من بعد ما دازت عام على نفس الحال، بحال اليوم بحال غدا، جات ليله العيد. جا العيد الكبير وقال لي غادي نمشيو نعيدو مع ماما وخالي. فرحت فرحت فرحت، بغيت نطير بالفرحه. واشنو تيقول والديه فلما كيسولو فيا بلي هي راه باغا تقراها، وهي بغات غير راحتها، باغا غير عائلتها، ولا بعد المرات كيقول لهم لا راه ما كايناش. انا بديك الفرحه تخيلوا معايا، نت كنصب من بيجامتي وبقيت عريانه باش ما نمشيش بها مسخه، وغادي نطير بالفرحه. المهم ديك الليله غادي نباتوا في الدار، حيت الصباح غادي نمشيو بكري، حيت هو غيمشي للجامع، وهنا غادي تكون عندي انا فرصه باش ندير داكشي اللي بغيت. ما نحسش بقوه الفرحه. الصباح فاش فاق ناض لبس حوايجو، وتا انا لبست ديك اللبسه ديالي وتابعاه. شوي قال لي فين غادا؟ غادي نمشي معاك. واش تيقتي راسك من نيتك؟ كنت تشوفوني ديك الساعه حسيت بالدوخه والارض كتضربيا. هاويلي يا ويلي يا عباد الله، انا مزوقه فيك. شوف قسما بالله يعطيني مصيبه ما غنقول والو، خليني غير ندوز معاكم غير هاد النهار، غير نشم الهواء. راني تقهرت، راني عييت، راه بزاف عليا هادشي، واخا نكون ما عرفتش شنو درت لك، راه بزاف. سد عليا الباب مشى وخلاني. تخيلوا بقيت جالسة تنسمع الحوالة تيغوتو، ريحة الشوا، وانا كنت ميتة بالجوع. ما عرفش كيفاش اصلا داز داك الوقت تا العشية، ودخل عندي وقال لي زيدي قدامي. هز معاه قطيب في يديه عامر بالكبدة، هزو خشيه ليا في دماغي، اذا تململتي نخرجو ليك من الجهة الاخرى. قال لي غادي تهضري مع امي وغادي تقولي ليها انا راه ما بغيتش نعيد معاكم، انا راني معيدة مع ماما. فعلا قالوا لاباس خالتي، ايوا قلنا غادي تجي تعيدي معنا مريم. امو الله يعمرها دار وظريفه. قلت لها لا خالتي راه جات عندي ماما. ايوا على خاطرك بنتي، راني صيفط لك حقك وبالصحه والراحه. عيطت عاوتاني لماما، قالوا لاباس راني معيده مع حماتي، وهاد العشيه غادي نسافروا كاملين. المهم راه بقات غير شي سيمانه ونرجعوا ندوز لعندكم. ديما كندير لهم هاد الجمله. وفين تليفونك بنتي؟ تليفوني راه خسر، وقلت للعثمان بلا ما تشريه ليا، وراك عارفه شراه ليا غالي ويمشي عاوتاني يخلص عليه. المهم بقيت كنكذب عليها وكنتراوغ عليها غادي يقطع ويبغي يدخل وينعس. قلت ليه واش ما تعطينيش ناكل، راه فيا الجوع. باغا تاكلي هاد القطيب؟ اه دوك الكبيدات غادي يجبدهم ليا من القطيب ويفرتتهم ليا ورماهم ليا في الارض. قال لي وهبطي هزيهم. مشيت هزيتهم واخا هكاك، فيا الموت نتاع الجوع. تحنيت على الارض وبقيت كناكل بحال شي حيوان عمرو ما شاف الماكله. وياه دوك القطيبه شحال كانوا ولداد. من بعد غادي نمشي نتكى في المراح، وهو مشى للبيت ينعس. ومع كان الصاد قال لي جيب لي قرعه ديال الماء، جبتها ليه لقاها سخونه. مالا دايره بحال هكا؟ غادي يمشي ينوض يقلب الثلاجه لقاها مطفيه. وانا الهبيله قولوا لي ردي البال شنو غادي يلقى تما، ونسيت. خليته معاها ومشيت تجبت نعست. ومع العيا والجوع والالم والوسخ، واحد اللحظه كنحس بواحد الصرفيقه تصلات مع وجهي. ما فهمتش شنو وقع، الهضره تلفات ليا شويه، ما كان غادي يحول لي عيني. مالك شنو كاين؟ ديال من هادي؟ لقيته شاد داك الدواء في يديه. ويا ممتي الحبيبه وشنو وقع ليا؟ انا اصلا ما تندير والو، تناكل قتله ديال العصا، دابا شنو غادي يدير فيا؟ جاب العصا ديال الكراطه، ماشي حيده ولكن حلها هرسها وتعطيني بها لداري. يا الفعله يا التركه كتخرجي، وشكون تيجيب لك الدواء؟ ما قديتش نقول ليه ديك السيده، تنقول لي غير ما عرفش شكون تيجيبو لي، راني غير تلقاه محطوط قدام الباب. واش باغا تحمقيني؟ واش باغا تهبليني؟ وتيضرب وكيعاود. تنقول ما غاديش نرد الخير ديال ديك المراه بالعذاب، انا تناكل العصا تناكلها، علاش غادي نادي ديك المراه؟ داكشي ديال العصا خوتي اللي كليت عمرو ما يتنسى. تيضرب ويقول لي ما باغاش تولدي مني، انا لا لياتك باغيني وباغيين التراب ديال رجلي، وانت ما باغانيش. ويغوت وحس بالشمته شداته، كيضرب وكيرتاح. بقوه داك الضرب بديت كنرجع عزاكم الله، ما خليت موقع ليا. سخفت وقفت، سخفت وقفت، وتلقاه كيتعدى عليا جنسيا. تخيلوا بقيت على داك الحال، وكيجيب لي الحليب وكيشربوا ليا باش نفيق. بقيت الليله على ليله وما عقلتش واش وصلت 15 اليوم واش شهر ولا شهرين من داك الاعتداءات. السيد ما بقاش كيخرج، واذا خرج غير باش ياكل، ملي كتشط عليه شي حاجه كيرميها ليا. بعض المرات كيجيب لي الراس ديال الكومير ويقول لي هاكي كولي، مره يجيب لي في قاعيط مره في ميكا،
ومناش مكان، مرة حوت مرة ساندويتش مرة قطبان، وكيعطيني قتلة ديال العصا والمعيار، وكيضربني وكيتعدى عليا جنسيا. انا صافي كيفاش غادي نكون؟ الجهد مشى ليا، تساليت وليت كنقول غير يا ربي اديني عندك. واحد العشية بالجمعة كان كلا كسكسو وبقى ليه شوية، جابو ليا في ميكا وناس حدايا فوق السداري. واحد اللحظة دات عينو، هو فاش تيدخل الدار كان تيحل الشراجم حيت تيجلس حدايا، ولكن فاش تيخرج كيطرق كلشي. ديك العشية غادي يحل داك الشرجم وخلاه اللي كان مقابل معايا، حط ليا ديك الميكا ديال كسكسو، وحيتاش ما بغيتش ناكلها سيبها من داك الشرجم ورجع ينعس. وانا بقيت غير كنشوف فيه شويه، تنسمعو كيشخر. هذيك اللحظه كنشوف فيه وكنشوف الشرجم، كنشوف فيه وكنشوف الشرجم، تنقول مريم هذه هي الفرصه ديالك، راهي اذا ما نطيش دابا صافي هنا بقيتي، غوتي هزي موس قتليه تلاحي ديري اللي كان، المهم ضروري ديري شي حاجه باش تعتقي. بقيت كنقول غير يا ربي تعاوني. كنوض وكنجمع الجهد ديالي وكنتمشى بشويه حيت وليت مهرسه من كل شيء. نط كنجرجر في رجلي وكنجبد لداك الشرجم حتى وصلت ليه، طلعت من فوق من السداري وهو يدير الصوت مريم. شفت فيه وقلت ليه بعد مني، ما حسيتش براسي حتى لقيت راسي مليوحه. ما عرفش كيفاش وقع، بحال شي حد عاوني وهزني وانا ما كان فيا حتى اللي يتحرك، تخيلوا. وما عرفش حتى اللقطه كيفاش وقع فيها حتى لقيت راسي مرميه، ترميت وجيت فوق من الباش ديال القهوه، ومعا كان قاصح كانوا اضرار لي شويه ناقصين، ومع داك الشانطي كيتي ديال الطوموبيلات طايرين انا طحت وداس الطوموبيل من جهتي اليمنى، ما عرفات منين تسلط عليها وحبسات. وليت حالتي حاله، السيد فاش شاف داك المنظر هرب وما بقاش في الدار، وانا الناس غادي يتجمعوا عليا ومول الطوموبيل هبط. والتفاصيل اللي غادي نعاود لكم دابا غير تعاودوا ليا، لانه انا في ديك اللحظه كنت مغيبه. هزوني وداوني للطبيب، مشيت غيبوبه يومين، قبصوا ليا يدي ورجلي وكتفي اللي ما قدروش اصلا يجبروه حيتاش كانت فيه واحد التهريسه اللي هي خايبه، بقاو غير مهمديني باش اذا فقت ما نتحركش. جا الطبيبه شافتني والبوليس تناني حتى نفيق. من بعد ما فقت لقيت الطبيبه قدامي، اختي شنو كاين فين انا؟ راكي في السبيطار اختي غير بشويه عليك، الحمد لله على سلامتك، راك عاد طلعتي من الانعاش. عافاك عيطي لي على والديا، رحنا عينا من نسولو ما لقينا عليك حتى شي حاجه، حتى الناس اللي جابوك ما عارفين عليك والو. ها هما دخلوا البوليس. السلام عليكم. وعليكم السلام. تقدري تهضري؟ اه نقدر. ممكن نعرفوا شنو وقع ليك؟ راني كنت محبوسه. شكون واش كتعرفي هاد خينا؟ راجلي تزوج بيا وزوجني ليه با بزاف مني اللي كان حابسني دابا عام ونص. فين والديك؟ المهم عاودت لهم كاع داكشي اللي عاودت لكم، قلت ليه كلشي وعطيت ليه السميه ديال والديا. سولوني كيفاش تلاحيت. لا شاف راني ما تلاحيتش، ما عرفتش كيفاش جاتني هاد الفكره، ولكن الحمد لله حيتاش قلتها. راه هو اللي رماني، كرفسني وتعدى عليا وعذبني وقال لي غادي نقتلك ورماني من الشرجم، خرجوا وخلاوني. وجات الطبيبه ضرب ليا واحد الشوكه باش نتهدن، حيتاش كل ما تفكر دوك الاحداث كل ما كنت كنزيد نتعصب وكنتحرك وكتفي كيضرني. قالوا لي صافي غير ارتاحي، وهذا المجرم غادي نشدو ان شاء الله وما غادي يكون غير الخير، ورا لقينا عندك كاع داكشي اللي قلتي. الطبيبه الله يخلي لها صحيح حتى دارت لي واحد الرابور فيه كلشي وما خلات مكتبات وما نسات والو، اختصاب اعتداء ضرب جوع برد بكتيريا حبوب تهراس كلشي. وليت حالتي حاله جرتيله بمعنى الكلمه. غادي تعمر ليا الدوسي اللي غادي يدخل فيه داك خينا الحبس، ما يقدرش مازال يخرج. المهم تصلوا بوالديا وما جاو حتى الليل، حتى فقت من المهدنات اللي داروا ليا. منين فقت لقيت ماما حدايا. وهنا يا ساده يا كرام غادي يكون الجزء الثالث، لانه مازال قصه طويله. وفي هذا الجزء عاوتاني ما كرهتكمش تعطوني شنو هما التوقعات ديالكم، حيت داكشي اللي جاي ما يقدرش يطيح لكم على البال. خليو لي لتحت التعليق ديالكم باش نشوف عاوتاني الافكار ديالكم الشريره كيفاش دايره. تنقول الشريره باش نضحك معكم، ما انا عارفاكم باللي نتوما ونعم الطيبوبه. فهذه كانت حلقتنا الليله. اذا بغيتو تخليو تعليق لهاد جوج الا بغيتو تخليو تعليق لهاد جوج اجزاء المريم ما كرهتش غادي تفرحوها، لانها غير الجزء ديال البارح اللي شافت ما تصوروش شحال بكات وفرحات، فما كرهتكمش انكم تشبعوها مازال حب وحنان ومازال جايين احداث. فما تنساوش انكم تدعموا هذه القناه، وما تنساوش انكم تشاركوا هذه القناه مع عائلتكم جيرانكم صحابكم باش انهم يتونسوا في كوزينتهم في الوحده ديالهم اينما كانوا. دمتم في رعايه الله وحفظه. ما تنساوش واحد الضغط على زر الاعجاب وتعليق على شنو كتوقعوا. دمتم في رعايه الله وحفظه للمره الثانيه. سلام سلام سلام.